اكيد طبعا احنا كان حلمنا ان احنا نوصل للنهائي، والحمد لله احنا وصلنا للنهائي من اول البطوله. وده ان شاء الله اللعيبه كلها مركزه في المباراه وعارفه قيمه الوداد كويس جدا، واحنا محترمينهم كويس جدا. واحنا هنا بقى لنا فتره 4 ايام عشان نجهز المباراه، ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونرجع بالبطوله ان شاء الله. اكيد احنا لما بنيجي نحضر لاي فرقه اكيد بناخد بنتفرج على كل المواقف بتاعه الفرقه بتاعه الخاص الجهه الفنيه يعني، واكيد بنتفرج عليهم كويس. احنا ما بندورش على بنشوف ايه القوه بتاعه الفريق وضعف الفريق، بس يعني ان شاء الله الفرقه كلها تبقى مركزه، واحنا محضرين المباراه كويس جدا، واللعيبه عارفه ان شاء الله اهميه المباراه، واكيد بكره ان شاء الله يبقى توفيق معانا وان شاء الله نرجع بالبطوله ان شاء الله. لا اكيد كنت موجود مرتين قبل كده، مره كسبناكم برضو الجمهور موجود برضو 1-0 بس في الرباط، والمره اللي بعديها خسرنا النهائي وبعد كده كسبنا الوداد مرتين بدون جمهور ايام الكورونا. دلوقتي احنا بنلعب مع الجمهور، النادي الاهلي معروف دايما على طول بيلعب تحت ضغط وتحت جمهور، ما عندوش اي مشكله خالص. احنا لسه كنا قريب موجودين هنا برضو كنا بنلعب تحت جمهور. النادي الاهلي دايما على طول ما عندوش مشكله مع الجمهور خالص، واكيد طبعا نلعب في اي مكان واي اي مع اي فرقه في اي مكان. والنادي الاهلي معروف دايما على طول ان هو بيتحط اي تحت ضغط، وهو ما عندوش اي مشكله في الموضوع ده خالص.